اتصور انا وازاي أخي الكريم. نحن السنة زرعنا موس وفستق العبيد، السنة المردود ضعيف كتير مقارنة مع السنة الماضية. السنة الماضية إنتاج الدلم تقريبا ما يعادل 400 كيلو، السنة هاي يعني لا يتعدى 250 كيلوغرام. طبعا أخي تكلفة فستق العبيد ما يعادل دلم الواحد تقريبا 100,000 ليرة سوري، وهذا يعني يعود ذلك بسبب غلاء المحروقات، الأسمدة، بخ مبيدات، يعني هالشيء كله عم بيؤدي يعني بالنتيجة عم بيضر الفلاح بشكل كبير.